السلام عليكم ومبارك عباشركم. نشربوا الشراب ديال سمو ديال سكوتلندا، ماشي 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 خمر، غير هو الناس اللي تسكن تعرفوه دي. أو علاش ندير مو جا ما صافي في بيدو كدا دابا ما عليناش فين كنا مولانا نسعى ورضاك على بابك واقفين، يا من رحم لا سواك الله يرحم الراحمين. مولانا نسعى ورضاك على بابك واقفين، يا من رحم لا سواك الله يرحم الراحمين. الناس يقولوا ترى معايا تو كذا دابا دابا الناس يكتبوا لي من انحاء العالم، ماشي العالم ديال الجريدة إذا كانت المول البقالي ولا اللي كان مع المتاوي، لا لا العالم 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 كي ديك الكرة الأرضية العالم، الله ما عرف كيفاش كتبها، بقالي بالألف لا معليناش، تي تكتبوا لي على على هاد المأساة ديال سمو هادشي ديال هادي هادي قنيطرة، قال لك واحد قال لي قال لك قنيطرة والكاك في ذمة الله، وهاد هاد هاد هالف كاست هذا هذا الرباح اللي تيقول لهم الرباط غيجي يشرب قهوة، ايوا دابا الرباط غيجي يتفرجوا في في في, في الكاك في, في الهوات في الهواء، ايوا هذا حمار، هذا كلب، هذا كلب، هذا هذا البرلماني ديال القنيطرة، هذا رئيس المجلس البلدي ديال القنيطرة، وزير اللوجيستيك، واش من اللوجيستيك تطويس ما عندك، ما عليناش، فلهذا تنقول القنيطريين القنيطريين ما بقاوش بقى فيهم الهضرة. هذا الشيء اللي تهضري والو، ها هو دابا غيجي انتخابات يصوتوا عليه، غنبقوا عليهم تما بالدجاج والماكله وهذا وهذا، والخطابات الخطابات الخاويه، الخطابات ماشي الزواج، الخطابات اللي قبل ذلك عندك كيفاش قضيه، هذا هو يصوتوا عليه، وعندهم كيعيش لنا القنيطره تيعامر بالعروبيه، عندهم المشكل بحال ديال الدار البيضاء، كاين دوك اللي يجوا من الغرب، تيجوا من الغرب وتيجوا من حيت السوالم وديك التخربيق وتيجوا يسكنوا في القنيطره، هما اللي قودوا على القنيطره، هما اللي صوتوا على هذا الحمار هذا، نقول له حمار ماك 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 تشوف فيه ماك. واش واحد يكذب عليك يقول غادي نديرو غادي نديرو الفرقه ديال الكره ديال ما عندوش، وشوف انا انا نقول لكم نهار جا نهار جا الانجليز كان جا حمر جا الانجليز جا لك داك الدرب اللي فيه المغاربه على البوكلو، وشوف دوك دوك اللي كانوا مجدين لي الحفله بحال نقول لك الكوميتي هذوك هذوك كلهم ناضوا تيتسابوا بعضياتهم كل واحد تيتهم الاخر بالنصب، وشوفوا المعرفة ديالو مع المعارف هادو 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 العروبية اللي كاين عندنا في الانجليز في هاد البوغروف، تيبغيو تكونو نتوما اكتيفيست، واش من اكتيفيست تقود انت بغيت تدخل في الشوماج العام كله، ما عليناش باش تدخل في الشوماج فهمتي ولا اعادة داكشي ما عليناش، وفلاك هو تما كيتفرج ونايضين تيتسابو بعضياتهم المغاربة المغاربة هاد المغاربة اللي ساكنين في الانجليز هادو هادو اللي بغيتي تلحس تلحس الكابا، فاش تحس كابا
لا بغيتي تدخل السياسه، دخل السياسه ديال الحومه ديالك مع الانجليز. ها لا اذا انت ما كيتسابوا، قال لي خونتي سلفت قلتي لي غادي واحد الارض ولا خبر. هذه المعرفه ديالو كيما داك صاحبه اللي باع ليه اسمه، اللي باع ليه السوق. دوز عليه السوق قال لي غنعطيكم الحوانه، دخل من عندهم الفلوس وشوف باع لهم التصاور تاهو وراه في الحبس. هو صاحبه قال لك ما نعرفوش شكون اللي دوز ليه ديك الصفقه والتربيقه، دوز لي انايا. ايوا هذا الرباح، هذا المعرفه ديالو كل واش الشفاره، هو براسو الشفار، ضرب 180 مليون ها بكندا، مانيش ماشي بكندا، ضرب بنادم ديال كندا. فلهذا ندخل المواضيع ديالنا. هذا صافي صافي، تكلمنا على القليطره، والقليطره ما فيهمش النفس. القليطره هي تحيه القليطره من هنا من هذه الجهه من هذه الجهه، ما فيكم النفس، وهذا كل اللي قلت لكم النفس تنوضوا تعملوا واحد بيتيشن اونلاين. وهذا هذا شوهو به شوهو به شوهو به، باك يخطف لكم في الفلوس، تيخطف لكم في الفلوس ديال القنيطره. القنيطره تقودات، عرفتي القنيطره تقودات، تقودات بقى فيها لك دوم تيغول مع الشجر صافي، شي حاجه اخرى ما كايناش. ولا الفوتسال، الفوتسال تو فوتسال ما كيتضرب ليا في الاجتماع ديال ديال لافتيراس مانيش فاش كنا داك السيد ديال التفاؤل، طوانجي، طوانجي ديال اكادير، اسمه رضا، رضا رضي الله عنه، رضا، هذاك رضا حيدوا لي السميه ديالو من الانتخابات، القحاف قالوا لي حق عندك هادي، عندك هادي القانون فلان فلاني، عندك داك الشيء ديال القانون، النوامر، بقاو بالنوامر نوامر نوامر نوامر، وقالوا لي باش يقولوا لي شوف راه ما ترشحش في الانتخابات لانك تهددنا. ايه واش تي ها هو هذا هو يترشح في الانتخابات بغيت يعمل داك الشيء ديمقراطي ها باش يدخل معاهم تو في المعمعه ولا هما حبسوه، هما حبسوه كيف قالها لهم واحد اسمه اسمه داك الدري، داك الدري ديال تيلعب شي ديال الانترنيت والتخربيق على هذاك سيمو، سيمو والخميسات هذاك سيمو كيت مع داك اسمه مع داك الصلع، هما بجوج مصلعين وهما بجوج من ديك الناحيه، هذو كلهم هذو كلهم هذوك ديك الناحيه ديال الخميسات وهذاك التخربيق هذو كلهم مصلعين. ها زيد عليهم، زيد عليهم التيجيني، زيد عليهم هذا، وزيد عليهم هذاك اسمه هذاك الراقي، الراقي الشرعي ذاك اللي كان يدير ديك الفضيحه ما عندناش، هادو كلهم صلعين. تيتكلم معاه قال لي، قال لي علاش ما دير شي حاجه للمغرب، قال لي شنو ندير بحاجه، قال لي المغرب دورت معاهم مليون دولار في هذيك القضيه ديال الوباء، قال لي علاش ما ترشحش الانتخابات، قال لي انا كاع باش نترشح الانتخابات ها انا ربحت، يقول لك الجماعه ديال المجلس البلدي ها هذوك اللي خصك تحيد، اما باش تضرب على الواحد اللي فوق سهله. قال لي بحال هكا هذاك اسمه سمو، قال لي اسمه، قال لي تيجيني قال لي ما بعتش الماتش، واش بعتي بعتي شنو بعتي بعتي راسك معليش فهمتي. هذا قال لي هذا هذاك سيمو هذا الدري هذا هذا، قال لك جاو جوج احزاب، جوج احزاب جاو عنده، قال لي باش تدخل معنا ماشي في السياسه حتى شفرت، وقال لي ما ندير الفلوس بلا حتى شفرت عاد دخلت، لا لا ما دخلش. قال لي قال لي قال لي في ما نترشح في الانتخابات ولكن انا كاع ربحت، ولكن ديك الجماعه ديك الجماعه اللي تقول لي سي بحال كل دي واك وكاع عباد الله، واك وكاع عباد الله شدوني مسلمين، واك وكاع عباد الله على دوله، ويلي هادو هادو هما السياسيين اللي بغا يمشيو للمغرب، ويلي 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 كاع هذاك محمد السادس اش هاد الزبل اللي عندك في الحكومه، صافي قول لهم سد سد الحانوت سد البرلمان حيد الحكومه جري على ولاد القحاب كلهم وبدا تحكم راسك. ياك ولدك دابا كبر شويه 18 عام نهار يجي من لاكريس مشى تما يطب فلوس ديال فلوس ديال الدوله مشى وكيمشي يشوف مو واحد مو كاين تما في شي جزيره معليش ولدك يعاونك وحنا وحنا نعاونكم لهنايا انا من لهنايا كيما تقولش ندخل ندخل هذه قلبوني والقحاب عندك على القضاء ولا ما فهمش على القضاء من القضاء لا قضيه انا بارك هنايا داخل سوق الكري ما نتكلم حتى شي واحد انا غير النميمه والتبرقيق الشيء اللي انايا باش يعرفوني الناس وانا دابا هذا بغيت نتكلم معكم بسيريو فهمتي انا كرئيس رئيس رئيس هذا المعهد هذا المعهد السامي العالي الشريف الملكي هذا ديال تاع السكيري عبر العالم انا استنكر هذا انا بغيت واحد في واحد اسمه بحث بحث قضائي اش وقع في وجده 14 واحد مات ما تباعوا لهم الشراب بيريمي هذا هادشي واش عباد الله حنايا ماشي مواطن مغربي حنا حنا نخلصوا الضرائب ديالنا نخلصوا الضرائب ديالنا قلتوا نشرب المحيا ها المحيا اللي نشربوا فيها هايا هادي تخلص على الضرائب حنا نخلصوا الضرائب وانتم تعطيونا الشراب بيريمي فينا هو هادو هاد المدير ديال اسمه ديال اسمه داك
شي ديال الصلاحيه ديال الماكله وهادشي والشرف هنا هو. لا قال لك حرام، ما ممكن الحرام يقدي لمك انت، يا انت هذاك اللي مكلف بسلامه المواطن، هذاك انت هو انت ولد الحرامي ما تسواش. عباده تقتل تقتل المغاربه، المواطن المغربي تيموت بوجده. 14 الواحد اللي مات علاش؟ عطاهم شراب بريمي، شراب مسموم. فلهذا انا استنكر هادشي اللي واقع في وجده، ودوك جوج خوت دوك حجيرات، واحد فيهم هربان واحد باقي تما، مالياش باش سخنا فيهم شي يديروا تما؟ قالك عمروا لهم وجده، عمروا لهم وجده بالمساجد. واش وجده خسر المساجد؟ واش عباده ها هي وجده تاهي من ديك المدن الفاسده؟ الفرقه ديالهم تاهي ما عندهم مشاكل. شو دابا هما الناس كاع تعطيني الحق اللي كناس فاس زيد هذيك اخرين خارج على فوس فتخلق هذيك زيد قال كاع الفرق هادو ما عندهم لا كره لا والو. علاش؟ لان المجالس البلديه ديالهم شفارة فاسدين، فاسدين. مين تشوف الفساد عارف الفرقة، مين تشوف الفرقة ما دايرة والو، عارف كاين الفساد في ديك الداعية، لا من الوالي لا من هذا رئيس العمدة ولا كلهم كلهم. أو على أول ما نساش واحد القضية نحيو فريق الرجاء اللي ولا الدرب السلطان، تنحييكم هذا المنبر على هذا 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 كيضربوا ضربوا الكابرانات. إيوا دابا قال لك هذوك الكابرانات تيشوفوا تيسمعوا بأن السلطان محمد السادس عيط لهم قال لهم هاد العام كاين الاراضي لا والو، ربحتو عاودو كركم. سيتو ليا بصير اعطيني اعطيني واحد الارض. لا لا ولا كريمه روح تقاولوا تلعبوا الكره انتوما، دبروا مع الرجاء هي تخلصكم. نقول له منين نجي الضرب ما تجيش تقول لي اعطيني ارض ولا اعطيني كريمه، ما نعطيك لا والو، نعطيك نعطيك الحلاوه بالحجر. فلهذا التحيه التحيه لفريق الرجاء، وتنهني فريق الرجاء، ونتمنى ان شاء الله من النصير يمشي بحالته والوداد يجي شي واحد اخر، ونحن ندو الالعاب ديال ديال اش ولي قال الدوله، ماشي الدوله قاره افريقيا. ماني شفت الحقنا. السي واحد السي واحد المواطن، واحد المواطن يعيش في الدوله ديال باري فرونسي، مشى بالموتور، مشى بالموتور حتى هو غادي بالموتور لابس الجل وغادي يجري في السخونيه، غادي غادي من الضربه غير باش يمشي لحق الفاس. هذا هذا جاتو السخونيه ديك صاحبو سخف سخف ليه، وقف الموتور ما صابو هذا، واللي يقول عطوك لي ستاسيون ديال الراحه يديروا ما يديروا عمليه محمد السادس باش يقولوا لا هذيك يدخلوا تما ما كاين والو، الماء تيقطر بشويه لابد يدير الماء خصك تشريه، ما كاين لا دوش لا والو، لا كابينه لا والو، لا قاعده والو. هادو هادو لي ستاسيون دروبو لا هادو هذا هو السيد السيد صاحبك غادي يموت، غادي يموت. جاب الله واحد الجار ديال يسقي الجردة، مشوا عندو دورو معاه عطاهم تيو وبدا يتيهم، وكاين اخر بيحك ويلي 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 انت انت فيك السخونيه، وبدا يقول لي دوز لي على ظهري. اش من دوز لك على ظهرك؟ برد راسك. واش دار بحال دابا الطربوش ديالو بدا يخوي الماء فوق الطربوش، لان السيد ما عارفش مع ذاك الطربوش غادي يكون سارد وتخلي فوق راسك سارد، وغادي وغادي غادي في الحراره غادي غادي ديك سمو غادي غادي يسخن وبدا ايفابوري، دوك ديك السخونيه غادي تضرك في الراس لان الماء سارد وما عندوش منين يسكيبي منين غادي يهرب. داك الشوفاج مع ذاك الشمس مع ذاك الماء تولي 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 بحال داكشي ديال المقراج ديال ولي في راسك غادي داك الشوف شوف انا شو ديك السخونيه هذيك ديال ويموت ويموت واش قال لي الاخر لا 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 ما تكبش الماء على على الطربوش، بغا يكبل الماء فوق الطربوش يبقى لابسو. ويلي على مصيبه. عرفتي عرفتي صيفطوا واحد التصويره مصورين، عرفتي المغرب تيتصور لك مع كوكاكولا ولا مع شي ساندويتش، المهم دايرين مش الخلع ماشي ماشي الفيلم ديال دراكيلا، لا لا خلع خلع لي غيلات اون فرونسي. مانيش هذا الخلع ديال الخلع ديال ما عرفتش واش ما ناخذش التقليد يعني ما نقلش ولا واش الحمير ولا ديال الكلاب. تياكلوا بالبيض بالبيض وتياكلوا. قال لك قال لك زوين قال لك زوين قال لك شوف الحرشه الحرشه قليدي الحرشه مع الخلع ديال اللحم ما عرفت واش منين جا. على خير واحد فود بوزني في المغرب. وشكون قال لك مشيت تاكل الخلع؟ ايوا شوف هادو صحاب باري فرونسي والله العظيم تنبحل معاهم. ما مازال ما مازال ما 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 فهمتوش ولا لا فهمني كاع. يلا شنو خويا مقعد نتفاهموا مع الفرنساويين ويمشي عاود بحال مانيش. دابا واحد السيد واحد السيد قالت لي راسو طاغ من العداله التنميه، قال لينا حنا قوم لوط. شوف هذا ولد القحبه هذا، قال لينا حنايا قوم لوط، هذا محمد دعنون، هذا مولد حنون الله ينعل الطب والمك من هذا المنبر. لا يا صاحبي انا قلت لكم انا علاش خرج اليوتيوب نهار سبي تسبوا فينا، ودابا انت باك تسب فينا انا لك بالمرصاد المرصاد. شوف لا تسحبني انا غتقول لي هذا ما تكون برلماني وتكون مستشار راح تقولني على الطب والمخ باش تسب فينا تقول لي احنا قوم لوط المغاربه قوم لوط. الله ينعل بابك الكلب يا الكلب يا الحمار هذا هذا اسمه محمد دعنون محمد دعنون. يا الله
دابا ها انت ياك عرفتي فين كاين هنايا، دابا سير شكي بيه عند اليوتيوب وسير شكي بيه عند الفرقة الوطنية ولا الفرقة الأخرى، فرقة الهوات مالناش، والله حرام قال لهم المغاربة قوم لوط، وشوف هاد العطاي هو راه براسو في 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 ديك اسمو مالناش، دابا قالوا لي الناس على واحد اسمو هذاك اسمو ما اسمو ما سميتو والو هذاك هذاك هذا، فتاروا دان ديك تاروا دان هذيك غازيل دور المرحوم شيراك مالناش. فهمتي هذاك هذاك اسمو واحد تما قال لك مستشار في شي ديال رخص البناء في البلديه، قال لك عطيها الرشوه هذا مقي ياخذ في الرشوه دار المراه الثانيه، ودار ديك الطوموبيله كبيره 4x4 هاو بقيك بني العقار في اكادير، هو في تردان بني العقار في اكادير، هذا مستشار ما عرف كيفاش دار الفلوس ما كيفاش تشفط عين بين هذه في تردان سميتو محمد الرماش، اهلا سي محمد الرماش أين لك هذا؟ يفسر لنا لك أنت فيك الشفافية والزبونية والتربوية، قل لنا من جو هالفلوس، والمرأة الثانية بحال الرامي تا ولد المرأة الثانية والشوباني والقحام، معليش، تحية لكم من هذا المنبر، زيد معليش فين رخص البناء وتزوج مع السكن وين، معليش، وهذا الحكم تاع السوفي على هذاك اسمه الصحابي، جابوا لي زامل قال لي بينا ونكحوا وضربوه ب5 سنين، عشتي؟ ملي قال لهم نجيبو الشهود، شو قال لهم نقبلو الشهود، لأن الفرقة الوطنية فيها 12 شاهد، كل واحد فيه 12 شاهد، والزامل فيه 24 شاهد، مالناش، هذا ضربوه ب5 سنين، شتي 5 سنين ديال السجن، والآخر لك اسمو لك القادوس، ضربوه بعامين، علاش؟ لأن قال لهم هاد الأرض هادي اللي فيها الماء ديال اسمو لك خو الملك أرشيد. ماشي مولاي الزيد، لا مولاي الاخرى رشيد، قال لهم هذا قالوا لهم جابوا لي واحد الكلوشار قال لي راه ضربني ضربوه بعامين، ما قالوش لي بانك لان حشومه امير خو الملك بيدعم واحد المواطن ما يقدرش، لان هذوك ابوف فهمتي ماشي بيهودوا معنا النيفو، اش داروا لي الفرقه الوطنيه جابوا لي واحد الفرقه الوطنيه عندهم القحاب عندهم الزوامل عندهم هذو عندهم اسمهم المزيد عندهم اسمه الاخرى اسمها ديك الدريه الله يبقيها على سيدنا سميره عندهم بحال هادشي عندهم في واحد لابانك هذيك لابانك اللي تيجيبو كل واحد يجيبو لي بحال جابو لي كلوشار قال لي هذا ضربني حتى الاخر كلوشار مع كلوشار تلاقاو قال لي ضربني حرس لي ضلع هما داروا لي جهه وضربوا بعميد الحاج ما قالش لي بانك قلتي على الامير ما قال لي ما جبدوهاش ليه قال لي عندك هذا ماشي هادشي يديروا هذاك هو ذاك اسمه ذاك جيروم ذاك جيروم اللي ساكن في الارجنتين واحد المغربي تما قالوا لي انت اغتصبتي شو دابا من دار واحد الحوار في واحد لوكال راديو ستيشن واحد اذاعه محليه شي درب في كدل ولا بونيس ايريس دار معاهم اسمو وقالوا لي دابا قال لي راك تيقلبوا عليك الفرقه الوطنيه لانك اغتصبتي شي بنت جابوا لي شي قحبه من بعد الكاميرا حلين دابا قول لي ممكن تخدمي الله غتمشي تشهدي تقولي بان داك جيروم عملك الاغتصاب من اللور من القدام ها هو ديك جيروم قال ولكن قال كلمه زوينه قال لك الجمهوريه الديمقراطيه انا ما عمري ما سمعت شي واحد جمهوري يتكلم على الديمقراطيه لا هو قال انا هذه غادي نسجلها لي في هيز فيفر مانيش فاش لحقنا ما لحقنا في النهايه الناس الجاليه ماشي انا هذوك الجاليه الكوان باغي نشري البابور نمشي نشري البابور باش نلقى البي ديال البابور واش على بعض الشركه ديال الملاحه كوماناف لا من واحده اخرى اسمها تولينغ دابا ما عندهمش السايت دخل تما تشري ورقه تشري امباركمنت كارد كلشي يخرج بالماكينه ما كايناش عرفتي قاعد الناس في فرنسا الفوق بحال غادي لابلجيك يجيو حتى تما خصو يجي حتى لسات وشي السيرفيس يومين ولا 10 ايام باش يشري ورقه وعاوتاني يرجع عاوتاني يجي من يجي يقول لي عاوتاني دير سيرفيس اخر باش تاخذ لك كارد مبارك معايا شوف هذه ودابا الناس حبسوا مطورين قالوا العائله ديالهم اللي كاينين في الدار البيضاء ولا ما عارفين المغرب كله قال لهم خصكم تطلعوا داك الميناء الجديد البوغاز ماشي البوغاز قال لك طنج واحد المرسى داروها جديده هذيك هذيك قال لهم طلعوا تما مشاو تما باش يشريوا ورقه لكن يشريوها يقولوا لهم يلاه حنا نشري لكم ورقه سيروا ها النيميرو ديال هذا ساعة قال لهم خويا حنا سادين قال لهم السيستم از داون ايوا دابا السيستم از داون جات مع السبت والحد ما كاين سيستم لا والو ايوا فينا هما هادو اي تي فينا هما الاي تي ما كاينش اي 24 اور يجيو يصلحوا السيستم دابا الناس تسناو الغوات وناس البنيه وهذا حيت المغرب ما عرفوش يديروا الصف المغربيين الدول الوحيدين ما عرفوش يديروا الصف ما كاينش الصف عندنا في المغرب الصف ما كاينش كاع في المونجي في الديكسيناري مالناش فلهذا هذا دابا داك البابور ديال سات
سات سات يجيهم يحطوا بجي لما هي عند ريافه يكملوا الطريق مانيال. جاني واحد الاخبار، واحد الاخبار حزين، واحد المغربيه قتلها كويتي. ديك النهار تيبان لي داك المهدوي مع داك رئيس التحرير ديال العالم هذاك البقالي اللي قال لي على داك الكويتي اللي كان اغتصب وخرجوه هربوه. ودابا هذا اللي شادين دابا شادين يجي يهربوا حتى هو، هذا الكويتي اللي قتل مغربيه قتلها في الشومبرا ديالها في النواحيه الاجوار ولا بقول ماشي الاجوار ولا داك البارك ويز في النواحي المغربيه مات. هذا شادي الاخبار دابا راه قال لي غادي دخل فيها السفاره، ماشي السفاره دخل فيها القنصليه يقول لها يدور معاها ويقول ان كل نفس ذائقه الموت. دابا غنسمحوا لهم داك الشيء هذا يديروا لنا ديك اللعيبه. لا كاين القضاء الانجليزي ما يقول ما كاين ما سمع له قتل ديال غنحاكمو. كيما مليح معليش. كويتي قتل مغربية. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. هادشي دابا بعدا عندنا شوية، الناس تيفرحونا ربعطاش واحد ماتت هذا صافي تكلمنا عليهم كل بعد علاش نتكلموا دابا نبقى غالبا حنا في العشية. فوتبول از كامين هوم كامين هوم امين ماشي ديال بحال الوداع ولكن ديال هادي الراي ديال الانجليز حدا الراي ديال بريطانيا فيها جوج رايات ياك، كاين اخرى بحال هادي بزرق ياك دايره بحال هكا وتيهم لي لاسقهم ولات يونيون جاك. يونيون جاك جاك هي الرايه هذوك علاش يونايتد كينغدوم المملكه، كاين جوج مملكات المملكه الاسكتلنديه والمملكه الانجليزيه اتحدوا وخرجوا لك الدراب. اما ديك البيت غال وليرلاندي نور هذوك غير لي بروفانس و برينسيباليتي ديال هانتوما. هاي هي الفلاغ، ديال كينغ جورج. يا 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 الفوتبول از كامين هوم. هذوك اسمو هذوك العروبيه ديال بارلا ايطاليا تحيه لكم من هنايا. شبعوا شويه الباستا اليوم ان شاء الله ما عليش ندقوكم. قال لي واحد حنا ندقو دقيتي دقيتكم بحال الروح الرياضيه مني غير ما تربحولوش وصافي مني. هو هادشي هو غادي يخليكم دابا علاش غنمشي دابا بين نسخن غادي نبرد على كراشي شويه وغادي نمشي. اما الدراري ديالي مشاو لندن مشاو باش يحتفلوا تما بك. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا سيدي التحيه للرجاء والجمهور الرجاوي تنتاسف على الطوانجي اللي حيدوه من اللائحه ما تعلاش هو زعما كاين غير اللي دار هذا ما يترشحش في الانتخابات. اش السياسه هذه؟ ايوا علاش؟ لان واحد الحاكم فاسد حكم عليه غادي يخرج ليه المستقبل ديالو. ما كاينش تكزما واحد لابيريس تولي نقي عندنا هنايا انا دخلت ترشح في الانتخابات. علاش لازم واحد غير تحيده؟ لان داك الحكم غادي داز عليه الوقت وتتحرق لي حياتي كلها. علاش؟ لا لا على واحد المستشار ديال الحزب العدل والتنميه قلت لي بانك شفار وما رضاش ومشى حرقني مع القادات ويمنعني دابا يمنعني من حقي باش نترشح في الانتخابات. ايش تي هو هذا؟ هذا هو التعسف، التعسف السياسي، التعسف كيف هذا هو هذا القانون خصو يتحيوا. كاين عندنا المشرعين وهذا القحاف المشرعين الاخوان ديال الفلوس هذا تقبر لاماني ما ديروا لك والو بحال هكا ديال هذاك بديع ما اسمو هذاك اللي كان يشطح مع ذاك الشيخه تيشطحوا ويا برجلين. هذاك اللي دار الحفله دار في القصر ديالو وجوج ولدو في فرنسا ما جوع له. هذاك هذاك راه لقاو عليه كلشي ومازال ما كاين لا حبس لا والو. والاخر حتى هو حاكم عليه المحكمه باش يخلص خطيه الضريبه وما خلصش ضريبه العالمي الطيب العالمي هذاك السمر هذاك هالف كاس اللي مع اخنوش هذاك حتى هو ايوا هو باقي برلماني هو يترشح انتخابات. وفينا فينا هذا العداله؟ فينا العداله؟ ما قال العداله لا والو. تيبان لي غير هذاك اسمه ديال برلين مازال ما شبع دابا لقى تحفه غابر. دابا جاو تجي من الحرقاوي تيجيبوا لي هذا كل سيمانه يجيبوا لي الباحث تاع ساعه يتكلم على هذا وهذا واش درنا وهذا المديمين اش دار بالمديمين دخلنا الفرقه الوطنيه هذا التليفون ما التليفون. ايوا دابا هذا ديال برلين لقى الدنيا خاويه مع
تحفه ما كاينش، ما تحفه واقيلا خايف، ما 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 كاينش اللي يجاوب عليه. يا ولا ما نلقى داك التيران خاوي ما كيدير داك بعد تما. هو دوك المغربيه تكتبوا لي اخويا اخويا اسمك شنو مرجان، ما عرفتش التسميه عنده، ما عرفتش سميته، وما نقولهاش نيت بلاش. هو هذا فلي هذا غير ندعكم، واللي بغى يقول شي حاجه يقولها. وحنايا حنايا هنايا وانتم الهيه. قالوا لي المرة كيبغي يحيل لي المنصب، ثاني شي مرة تلقاني تنطحير بحال شي حمار، مدينة نطحير الدولية. مشي شو قلت لك بلي واحد 4 أيام ولا 5 أيام عاد دابا ولا الناس يسيطروا عليا. وأنا تكلمت على ديك الساعة ملي كنت وقعتي تركل في ديك القاعة، أنا ديك الساعة قلت لكم إيوا الأخبار اللي تجيكم مع الله. هذاك اسمه هذاك مول الكاميون، هذاك مول المقدم، عرفتي اش دار؟ مشى عمل الريجيم دار الريجيم عباد الله، نقص 10 كيلوات. قال لك علاش؟ باش يكون مجدد، باش ياكل الحولي في طنجة. إيوا أنت السيد العضراوي من تاعتكم في طنجة، علاش ما اتصلش مع الدكتور العسكري وتعمل معاه واحد الحوار؟ ياك هو ملكي وأنت ملكي وبجوجكم قلبوها ملكية. السينما علاش؟ دير هو العضراوي دابا، انت دابا تكون في طنجة ميت سي الحول. لا زرب على صلاح، كل الحول ديالك وكل لان كضيعتي 10 كيلو نقصتيها. قال لهم 10 كيلو ورم واحد البوتيزا فيها 3 لتر ديال المناضة تشرف. قال لهم قال هذا السيد عامل ريجيم ممنوع على قبل الحولي، يعني غادي ياكل باسم الجمهوريين، كل 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 جمهوري ياكل عليه 6 قطبان حقهم ياكلوا. هو هذاك العضراوي ما عنده ما يدير، فهمتي؟ قال هو برك في الكاميو، برك في الكاميو وتيفيقنا مع الصباح اللي بدا علينا بالتبركيك. ويلي تحيا سي العضراوي، وما تنساش دير لنا دابا هذا الحوار، دير لنا حوار مع مراد الصغير الطبيب العسكري. ها هو الناس اللي يسمعوا الطبيب العسكري يقول لي راه العضراوي جا لطنجه العاليه، جا لطنجه هو بيناكم بجوجكم، الاخر يترشح في الانتخابات والعضراوي مازال تيخمم هو بغا يترشح في الانتخابات. يا في ديك اسمها فين ديك في كلمة سخون، هذيك يا جايكوب شافيا، شافيا الفوق وجايكوب لتحت، والعضراوي جا الوسط غادي يترشح في الانتخابات. علاش راه في ديك الروح ديال المخزن فيها، باه كان تيسلخ عباد الله ملي كان قايد، ماشي قايد مقدم. فلهذا تحية العضراوي، تحية لمراد الدكتور العسكري، تحية لكم، وتحية سي توانجي توانجي رضا توانجي، تحية لكم. هو هادشي اللي كاين، ونتمنوا لكم التوفيق، ونتمنى لكم. قالوا لي الناس طيب لنا شي مأدوبه بمناسبه العيد الكبير، العيد الكبير والعيد الصغير، معليش غنحاول ندير لكم شي حاجه ديال شي مأدوبه. ولكن الناس ما تعرفش طيبوا، ايوا ندير لكم شي حاجه سهله طيبوها. غندير لكم ان شاء الله يمكن الاربعاء ولا الخميس غندير لكم واحد المأدوبه، وكلوا على موعد. راه تكلمت مع الشاف، راه مشى للكوزينه، راه مشى دابا عمل لا كوموند، وراه غيدير لكم الشاف. الشاف تشومي راه هو شحال هو وخدام عامل لي هذيك اسمه فيرلون، ما خدمش هو. فلهذا فكرنا اكد هنا، يلا ورك وعاود لك هرك، فهمتي؟ تصدى عليك هرك الله يرحم باك. يا الاخوان المواطنين ما تنساش تشارك في القناه، راه فتنا 130 لحقنا غادي في الطريق قريب الفدود ديال برلين، داك الحيط نقزوه وندوزو للاخر على الاخر، ندوزو للاخر للزعلوله، طلعوا لي من الفوق من ديك هذيك الجلايده نهدو بشوي بشوي حنا طالعين. ولكن الناس يصوتوا، ماشي تصوتوا تعملوا لايك. ونشوف الاخر المواطن المغربي كما قلت لك، وراك وعاود لك راك، ما تنساش تشارك في القناه، ابوني سبسكرايب شير بارطاجي فريقو، عمل لايك وعمل ديسلايك وعمل ديك ام. وهذا السينيور خليه لي انا، دابا السينيور هذا دابا ما بقاش يخلعوني بالسينيور، لانني انا ما معول على والو، ما خصني لا فلوس لا والو، انا خصني غير الميساج يلحق لكم نتوما وتكونوا فرحانين. ولكن ما تضيعوش لي وقتي بحال دابا هادشي اللي وقع في كوليترا، راه تراجيدي هذوك البيجي دابا تراجيدي وقعت في كوليترا. شتي ايوا دابا مشاو للهوات، يمتى يطلعوا؟ العام الجاي من هنا لواحد 10 سنين ها تيموت الرباح اللي يدخل الحبس، ما عليناش. فلهذا غندير لكم السكاره. قالوا لي الناس هذا المغربي علاش، شنو هي المهمه دي؟ اسيدي المغربي زعما فقنا به هنا تا هو الشكام، دابا هو عطي دابا في المغرب كاين لاجيت وكاين الدي اس تي وكاين البوليس وكاين هذا، كشي تيشكم بشي. دابا هذا المغربي حاضر ليا المروكي، هادو كلهم مخابراتيين،
هذا انتو كيما اللي بان لهم انا فهمتي، الا غير بان هذا غيسدوا لي البار الله ونخليهم تما بعضياتهم، شي تيش كمشي انا بعدا معروف هذيك الناس يشوفوني، ما عندهم ما عندهم يصوروا من اللي فهمتي، ولكن المهمه هذيك المهمه ديال تشوه للناس، قالوا لي هذاك المغربي راه تيعس على المروكي، كلهم شكاوا بحال قلت لك الغارديانات، الغارديانات ولاد القحاب مالين ديتاي، مالين ديتاي، اي اقبح جنس في العالم، اقبح جنس وزيع عيون دوك الطلابه ولاد القحاب، هادو هادي تيطلبوا من القحاب راك في الكروسه وما بيه ما بيه، مشى دور شي شبعت وجا حيد الكروسه حتى حدا الملاباني قبل عليه ومشى وغادي تيجري، هادو ما شوفوا ما تصدقوش عباد الله، ما تصدقوش شي واحد اللي تيمشي للخدمه وما مبقاش مع الزمان، هذيك دوز لي صدقه، اما هذيك اللي يجي يطلب ولاد القحاب راه تيجيو من العروبيه، تيجيو للدار البيضاء باش يطلبوا ويرجعوا في العشيه، راه عندهم الفلوس، ها انا نقول لكم هادو هاد الحمله، هادو ولاد القحاب، هادو الطلابه دخل دير لهم اللائحه، ودخل دير لهم الكاس تشامبر، فهمتي، هاد الطلابه هادو ولاد القحاب خصنا نحاربوهم، نحاربو الطلابه، ما كاين لا صدقه ولا ما صدقه، الصدقه في المقربين، وسكيريه، فهمتي، ما علينا، شوفوا انتوما المغاربه، انا قلت لكم هادو ولاد القحاب، هادو الطلابه والكارديانات، ومالين الديتاي، ومالين الصابو، وزيد عليهم مالين الباراسول، وزيد عليهم مالين التاكسيات. وزيد على الاطباء الكلوغ هذو كلهم ولاد القحاب ما ديروش فيهم الثقه، ما ديروش فيهم الثقه، هادو ولاد القحاب هما اللي غادي يخرجوا على المغرب، هادو هما اللي غادي يخلقوا لنا الفتنه في هذه المملكه المغربيه، غادي يخلقوا فلهذا خصنا نحاربهم من هذا المنبر، من هنايا من هنايا، قال لي واش من البار؟ ها البار ما عرفتيش البار وين اللي انت كامبو، ها البار شتي فينا هو؟ ها البار ها البار شتي ها السميه ديالو هنا شتيها؟ ها يا بدي ها يلاه ها هو انت ها انت ها هو من هنايا شو نقول لك؟ ما تطولش معايا الهضره، خدم ولا قول، هاي مكتوبه لك هنا باللغه العربيه، فهمتي؟ فلهذا اخوان المغاربه ما تنساوش دعمونا 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 دعمونا، فهمتي؟ دعمونا، شنو القميجه؟ شنو القميجه؟ هاي القميجه، التيشيرت التيشيرت هاي شتيها؟ هاي شتيها؟ فين من الرجاوي؟ هادو مثلها شتيها؟ شتي ميك كازابلانكا شتيها؟ شتي دابا الميساج الحق قلنا لهم ميك كازابلانكا كريد هما داروها فريق الرجاء ديال درب السلطان ها هو جاب اللقب ديال افريقيا قلنا لهم باش الناس تقول فين جات كازابلانكا كازابلانكا معروفه ها انتما شتيها ودابا خدم ولا قود ها ودابا نوضوا ديروا بحال الرجاء مشيو الرجاء انا ودادي هذه ما بيحيوش لي من فمي ولكن الروح الرياضيه والوطنيه وهذه والشعبويه والانفصاليه وداكشي حنا انا منفصل عنصري منفصل انفصالي انا لان قلت لكم من الدار البيضاء غادي ندور ديال ما بالحيط وندور معاه باراليل معاه يمشي مع الواد الواد عامر بالتماسيح التسامح لا الكروكودايل هذوك اللي كاينين ملي تكون غادي من نيبلز لميامي كاين واحد تما في الافرغلايد تما كاين واحد الكول ديال الكروكودايل حديقه ديال الكروكودايل تما على الجهل فلهذا انا قلت لكم ما تنساوش دابا انتم شوفوا خدم ولا قود ديروا بحال الرجاء بقينا عليهم اليوم هما الدوله كوبا هما جاو ولكن غادي يعطيهم شي منحه غادي ياخذوا هذا القحاب هذاك عبد العزيز العميري هذاك رئيس مجلس البلد هذاك الشفار اللي باقي يضحك في البرلمان يا الكلب تو عليك الله يعلم Ladies and gentlemen, finish your drink and piss off, please.